كتبوا بدمائهم قصص البطولة والفداء. خلدت أسماؤهم في سجلات البقاء أمانة في ضمير الوطن، ميراثا خالدا على مدى الزمن. شهداء العسكرية المصرية، خيرة الأبطال، ذكراهم حية. يوم الشهيد ليس مناسبة لتجديد الأحزان، إنما للتأكيد على فكرة التضحية بالروح وكل ما يملك أعز ما يملك الإنسان من أجل صون كرامة الوطن. النهاردة زي ما وعدنا حضراتكم هتكون حلقة استثنائية عن الاحتفاء بيوم الشهيد. تحية لكل بطل شهيد ضحى بروحه ودمه وبأعز ما يملك من أجل صون كرامة الوطن. معاني كبيرة قوي بيضربها هذا اليوم في هذه الذكرى العطرة، فعلا سير مضيئة، سير عطرة احنا بنتذكرها مع حضراتكم، هي سير الشهداء. وتحية لكل أسرة شهيد تحملت الكثير والكثير من أجل أن ننعم الآن بهذا الأمن والاستقرار ونجني ثمار التنمية. هنطرح أسئلة كثيرة قوي على ضيفي العزيز لواء أركان حرب علي حفظي، وهو مساعد وزير الدفاع الأسبق وأيضا محافظ شمال سيناء الأسبق. نورنا يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك، كل سنة وانت طيبة. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيبة ومصر دايما بخير يا رب إن شاء الله. وإحنا النهاردة بنحتفي بيوم الشهيد. أيوة. لو استعدنا معاك شريط الذكريات، أول ما يتبادر لذهنك إيه؟ عظمة الإنسان المصري. ياه، معنى حلو قوي. في طياته الكثير. لأن هذا الإنسان المصري، يعني لما نقرأ تاريخنا هنجد أنه على مر تاريخ مصر هو الأيقونة اللي بتحافظ على هذه الأرض الطيبة. يعني دايما بقول إيه، عندما تجتمع العناية الإلهية مع الأصالة المصرية نطمن على مصر، محدش يقلق على مصر. حضرتك تناولت موضوع غاية في الأهمية وفي ناس كتير بتمر عليه للأسف مرور الكرام، هو سمات الشخصية المصرية. بالتأكيد المعدن الأصيل. بالتأكيد أحد السمات دي، إن يمكن إحنا كمصريين عندما نستشعر الخطر أو التهديد بتهب الشخصية المصرية لمواجهة هذا الخطر وهذا التهديد، وبيبقى بالنسبة لها عملية حتى التضحية بالنفس من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلد والحفاظ عليها شيء عادي جدا. ويمكن لو حبينا ندخل كده في تفكير كل من قام بهذا الدور واستشهد من أجل مصر وأهل مصر، هنجد إن هو بيقاتل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر. كل اللي في دماغه كيف يحافظ على بلده، يعني ما بيفكرش ايه اللي هيحصل له، طب ممكن يستشهد او لا، لكن كل همه انه ازاي يقدر بكل طاقه لديه انه يحافظ على امن بلده. دي ثوابت الشخصيه المصريه. خلاص، ودي يمكن بتتفجر زياده مع الخطر والتهديد. عندما يتواجد اي نوع من الخطر او التهديد بنقول تطلع الطاقات الكامنة، أنا بسميها الطاقات الكامنة دي بتاعت الإنسان المصري. قد يستغرب البعض من أيضا تكوين الشخصية المصرية إن إحنا بنحتفي بالشهداء وإحنا لينا باع طويل في هذا الأمر كما نحتفي بالأفراح بتاعتنا. لأن الشهيد هو الرمز للعطاء والفداء من أجل الآخرين. يعني إحنا الاستقرار اللي إحنا بنبقى فيه ده مش ناتج عن تضحيات هؤلاء الأبناء اللي ضحوا من أجل إن إحنا مصر تستقر ونعيش العيشة اللي فيها نوع من الأمن والاستقرار. صحيح. طب ما دول أصحاب فضل. طب. دول يجب إن إحنا زي ما نقول كده نحني الرؤوس. صحيح. تحية وتقدير وإعزاز وإجلال لهؤلاء الأبناء الذين ضحوا ونالوا الفخر والمجد. ده شرف الفداء والتخليد في حياتهم والإثابة والتكريم من الخالق في أخراهم. يعني فده النموذج، أعظم نماذج
العطاء والفداء في اي انسان موجود في الحياه مش هيدي زي ما اعطى هذا الانسان، وبالتالي يجب ان احنا نضعهم بصفه مستمره في المكانه اللي يستحقونها هم واهاليهم. النقطه دي مهمه ودي بتحتاج من ان احنا تعودنا واصبح التقليد بالنسبه لنا ان احنا في كل يوم احتفاء بيوم الشهيد بيكون عندنا رسائل من رأس الدولة المصرية، القيادة السياسية، من خلال ندوة تثقيفية وبيكون فيها تكريم لأسر الشهداء. كيف ترى هذا اليوم والاحتفاء به وأهم الرسائل اللي دايما سيادة الرئيس بيكون حريص ان هو يوصلها، سواء للشاب الصغير اللي لسه ما شافش هذه التضحيات قبل كده ولينا احنا؟ هي نقول بنحقق هدفين. هدف مرتبط بكلمة الوفاء، لأن كل من أعطى لمصر يجب أن احنا نقدر هذا العطاء والتقدير هذا العطاء بالاستمرارية والشعور بأن الطرف الآخر يشعر أن أنا دايما بصص له هذه النظرة اللي فيها التكريم والتقدير لما قام به الأبناء في هذا الدور. النقطة الثانية المهمة ان بوصل تاريخيا حتة التذكرة بقى بان خلي بالكم ان في جيل من الاباء او الاجداد اعطوا لمصر الكثير، وهم دول كان ليهم الفضل انهم عندما ضحوا بارواحهم كانوا ضحوا بارواحهم من اجلنا. دي لازم من جيل لجيل، حتة الشعور دي بالوفاء من جيل لجيل يجب أن تكون موجودة. والأهم بقى إن دي تدي قوة دفع إن نوصل الرسالة المهمة، إن نقول بإيه؟ خلي بالكوا بقى ده بالعلم وبالعمل وبالأمل. صح. لازم إن إحنا ناخد العطاء والتضحية دي لكي تدينا قوة الدفع الجديدة اللي تخلينا ازاي نحافظ على مصر وازاي نجعل مصر حاجة تانية. حضرتك ذكرت ثلاث نقاط غاية في الأهمية، علم وعمل وأمل، وهرجع بقى بما إن حضرتك تناولت النقاط المهمة دي هرجع لتصريح حضرتك من سنة لما اتكلمت إنه التنمية اللي بتحصل دلوقتي هي ثمرة دماء الشهداء. بالتأكيد دي وبعدين دي ضرورة لازم نحط في اعتبارنا. النقطة دي مهمة أوي، يمكن البعض بينظر لها نتيجة برضو ان الموروث الثقافي عندنا نقط مهمة قوي، ودي ليكوا دور كبير فيها مهمة قوي. نفسي دايما يبقى نحط في الجينات بتاعتنا في الفكر والرؤية ان لازم يبقى لينا رؤية للمستقبل. يعني احنا التملي معظمنا بيني وبين حضرتك بتلاقي يهتم بالايه، يمكن بالحاضر ويتحدث عن الماضي كتير. لكن يهمنا او ان احنا لا هو احنا الشيء العظيم اللي اتعمل ده مش لازم يبقى ليه نتيجة، صح، ولازم يبقى ليه فايدة ولازم يؤدي الى تطور ما يخلينا نبقى احسن مما كنا عليه. مش بس نحافظ عليه، لا نشتغل كمان نبني عليه. ودي من الحاجات الكويسة اللي موجودة عندنا في القوات المسلحة، ان التطوير سمة طبيعية في طبيعة العمل. يعني حتى يمكن بتتذكر رحمة الله عليه المشير طنطاوي أما كان حد فينا يتولى مسؤولية وظيفة رئيسية في القوات المسلحة كان يقول له مبروك عليك المسؤولية، شوف احنا بنسلمك الأمانة المسؤولية دي شكلها ايه وانت هتسلمها لنا شكلها ايه؟ تكليف. ايوه التكليف. الى جانب التشريف طبعا. طبعا خلاص. انك لازم تسلمها لنا حاجه تانية. يعني فسمة التطوير، وبامانه كده خلينا نتحدث بصراحه برضه. احنا كمصريين مش ممكن نبقى احسن من كده بكتير. ممكن. بالعلم والعمل والامل. صحيح. خلاص. وخلينا كده نكون صراحة.
طب احنا لما بنحب نعمل بنعمل ولا ما بنعملش؟ وبنخلي العالم كله يتفرج على اللي احنا بنعمله. بس كتير مننا بيتسلل له بقى، هرجع هنا لحروب الجيل الرابع والخامس، كتير مننا بيتسلل له حاله من الاحباط، وبيكون فريسه سهله في ايد السوشيال ميديا تتلاعب بيه. ليه؟ رساله حضرتك ليه؟ ليه؟ هو لو الانسان بيتعايش على ارض الواقع، بيهمني اول حاجه كلمه البراجماتية دي، براجماتيك، يعني ازاي يبقى الانسان موضوعي وواقعي. يعني احنا لما بنيجي نتكلم، الله، هو كلمة التنمية دي كلمة ولا ليها مردود وليها عائد وليها نتائج؟ طبعا ليها مردود وعائد ونتائج. خلاص، اذا لو انا عارف ان التنمية دي هتعود لازم عليا بالخير، وتخلي أوضاعي وأموري وكياني ومكانتي ما بين الآخرين مكانة أخرى، لازم نبقى فاهمين كده كويس. وبعدين أنا نفسي كده نذكر نفسينا، هو اللي عندنا بيجتهد، الدول المتقدمة اللي بره مجرد ما بتستشعر إن سين أو صاد أو عين من الناس ده له قيمة ومكانة، بتعمل ايه؟ تختفوا، تلتقطه. ده في دول يعني معروفة ان هي يعني مايند هانترز، صائدي العقول. خلاص، ويأهلوا له كل يعني الظروف، كل حاجة عشان هو يبدع، يتم جذبه لكي انت عارف حضرتك كده. كان احد السادة الدكاترة بيتحدث يمكن في اللقاءات منذ ايام، يعني الرقم، ويمكن انا يمكن وجهة نظري ان الرقم اكتر من كده، قال ان في اكتر من 850 الف عالم مصري من حملة الدكتوراه والماجستير وخلافه، بيخدموا تطور العالم الغربي. خلاص، واخده بال حضرتك؟ فعندنا يعني من العقول، لكن نقول ايه، مهم قوي بقى الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم. واللي اهم رأيي الشخصي، احنا بنتسم احد السمات بتاعتنا، ان لدينا ما يطلق عليه بالطاقات الكامنة. كل منا في تكوينه طاقات كامنة محتاجة كيف نستدعي هذه الطاقات الكامنة. يا اما بتطلع هي في وجود الخطر او التهديد، او محتاجة حد يقدر يطلعها. لما بتطلع الحقيقة بتدي نتائج تاني خالص. اسمح لي ارجع للنقطة دي بعد قليل، ولكن عايز اروح لذكرى استشهاد الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض. شيء عظيم ده. تنهيدة تحمل معاني كتيرة قوي. طبعا، هو يمكن يعني يكفي ان الروس نفسهم قالوا عليه الجنرال الذهبي. شخصية، كان شخصية عظيمة، كان ضابط مدفعية مضادة للطائرات. تخرج في سلاح المدفعية، خدم في وحدات المدفعية المضادة للطائرات. ما كانش فيه صواريخ زمان، كان فيه المواسير، مدافع اللي تضرب الطائرات. إلى أن تقلد، هو مسؤول عن المدفعية المضادة للطائرات، ثم تعين بعد كده رئيس أركان سلاح المدفعية، ثم نائب رئيس هيئة العمليات القوات المسلحة، ثم رئيس أركان القوات العربية المشتركة، وكان بيقود الجبهة الشرقية في الاتجاه الأردن أيام 67. حصل على دورات، شوفي بقى، من إنجلترا ومن فرنسا ومن الولايات المتحدة ومن روسيا. يجيد 4 لغات. شجاع، هادي، يجيد التفكير، له مواقف يعني نقول فيها شجاعة وإقدام لمواجهة كان السوفييت في ذلك الوقت، لأن كان الحاجة اللي ما تعجبوش ما كانش بيسيبها. الجانب الإنساني فيه كان عالي جدا. دي صفات القائد المميز. لا يعني أنت لو تشوفي حضرتك، نقول إيه، لو حد هيحب يجيب التقارير السرية بتاعته اللي كانت بتكتب عنه، أو يقول تعالوا يا زمايل قولوا لي رأيكم في إيه اللي خدموا معاه، يعني لا، إنسان عظيم كان. ويمكن كان البعد الإنساني فيه عالي جدا.
لدرجة بتذكر كده واقعة من قريتها. قال لك كان بيمر في الجبهة المعطف المعطف نسمعها قلع البلطو اللي هو لابسه في الشتاء وعطالي الجندي، لأن لقى الجندي بدون البلطو ده في الشتاء. فيعني لا وادهوله برضه بذكاء وكان رياضي وحلاوه انسانيه ان هو رده لي تاني يوم الصبح ويجيب لي البلطو تاني بقى يعني ما تاخدوش. فلا كان انسان عظيم. وبعدين الاحساس ان في اليوم السابق لاستشهاده كان في قرار ان احنا لازم ندي الجانب المعادي ده درس ياخدوا جزء كويس يعني. لان كانت الرساله اللي موجوده في ذلك الوقت طول ما انتوا قاعدين على ارضنا لازم تدفعوا ايه؟ الثمن. ما تقعدوش كده على ارضنا كده، انتوا جايين حاطين رجلكم على ارضنا لازم تدفعوا الثمن. فكان من ضمن القرارات اللي تمت كان يوم حتى 8 مارس 69. ويمكن انا ايامها الحقيقه كنت ما كنتش في مصر. كنت باخد البعثة بتاعتي بتاعت الاركان حرب في موسكو في اكاديميه فرونز في الاتحاد السوفيتي. فكان الخبر الحقيقه بتاع استشهاد عمان عمرياض كان قاسي جدا علينا. والواحد لما بيبقى في الخارج كمان بتبقى العمليه اصعب كتير. فان بعد الجزء اللي خدوه الجانب المعادي من القصف المدفعي اللي تم على الجبهه بالكامل، انه رايح عايز يشوف شعور جنوده ايه في الخط الامامي ويتعايش معاهم ويشوف النتائج ايه، دي في حد ذاتها بتدي القيمه. يعني عشان يبقى ميدانية. رئيس اركان حرب القوات المسلحه يوصل للخط الامامي في المعديه نمره 6 مع الجنود، يعني دي فيها برضه مغامره كانت منه في الجزئيه دي. لكن ده الجانب الانساني ان ازاي يبقى يحسس جنوده ان هو في وسط جنوده وهو القائد بتاعه. ف يعني استشهد يوم 9 مارس نتيجه كان قصف مدفعي من الجانب المعادي. لكن على فكره تم الرد على الجانب المعادي. طب ما انت عارفه تم الرد على طول. تم الرد على طول ونقول تم قتل قائد القوات المدرعة الإسرائيلية الجنرال جونين في نفس اليوم يعني. فلا عمان عمرياض نموذج ومثال و40 من جنودهم للاثنين الحقيقة. لأنه أعاد شرف العسكرية المصرية. صحيح. نموذج لشرف العسكرية ونموذج للإنسان المصري. يعني هي دي زي ما بقول لحضرتك العظمة عندنا بتتجسد في هذا الإنسان المصري عندما نطلع الطاقات الكامنة. استدعاء الطاقات الكامنة. هو ده سؤالي لحضرتك واللي هختم بيه. وعايزة أدمج السؤال ده بشعار القوات المسلحة النصر والشهادة. إزاي نخليه فعلا هو اللي عايش جوانا ونتحرك من خلال هذا الهدف ده بيحرك وبيستدعي الطاقات الكامنة. هو نقول لحضرتك أنا شخصيا يمكن السؤال ده برضو قبل كده في أحد اللقاءات الإعلامية يعني بس من سنين طويلة أكثر من 20 سنة. فإن إحنا أجيال ودايما بيبقى النظرة إن الأجيال القديمة أو الأجيال الرواد بيبقوا قلقانين على أجيال الشباب وده شيء طبيعي. فسألت سؤال طب رأيك كيف الشباب الجديد ده هل ممكن يبقى بنفس الطاقة والقوة والعطاء والحمية والحمية بتاعت الجيل بتاعكم؟ أنا لدي قناعة شخصية وبتتجدد الحقيقة مع مرور الزمن. أنا بقول الإنسان المصري الخالق سبحانه وتعالى بذر بذرة طيبة في هذا الإنسان المصري. البذرة طيبة يا هبة. صحيح. البذرة خلاص. البذرة دي مجرد إنك أنت هتحطيها في مكان سليم وتغذيها بقى بشويه ميه وهواء وتراعيها هتديك ثمره. أيوه. بلا حدود. هي ادواته بس مختلفه. هي ادوات الجيل ازاي مختلفة. ازاي تطلعي الطاقات الكامنه. وحدي مثال على ارض الواقع عشان ما يبقاش مجرد كلام مرسل. نعم.
يعني لما كنا بنشوف الأيام الماضية، السنين الماضية القريبة دي، الجنود بتوعنا اللي في مراكز التدريب، انت بتدخلي الشاب، شوفي الشاب ده قبل ما بيخش مركز تدريب بعشر أيام، شوفي نقول تصرفاته وسلوكياته شكلها ايه، وروحي زوريه بعد عشر أيام لما دخل مركز التدريب، هتلاقي واحد تاني خالص، هتلاقي الطاقات اللي احنا بنتكلم عليها دي. الله، لدرجة كنت في أحد الزيارات وكان أهاليهم بيزورون في ذلك اليوم، يعني عامل لهم زيارة للأهالي، لقيت الأهالي بيوقفونا، الله أنتوا عملتوا إيه في ولادنا؟ ده مش هم، لا خلوهم عندكم على طول، يعني حسوا بقى بإيه؟ برجولة ولادهم، إزاي طلعت الطاقات الكامنة في هذا، أصبح كادر الشاب. مشرف هذا الشاب. فأنا الحقيقة لدي قناعة إن إحنا من جيل لجيل لدينا من الطاقات الكامنة الكثير، اللي مجرد بس عايزة الرعاية، نديلهم شوية مية وشوية هواء. جيل بيسلم جيل. اللي احنا ده خير ختام مع حضرتك لواء أركان حرب علي حفظي. أنا تشرفت بوجود حضرتك معايا وسعدت كل سنة وحضرتك. أنا سعيد هذا اللقاء الطيب. نورتنا مساعد وزير الدفاع الأسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق بشو حي، شكرا جزيلا مرة ثانية. مكملين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، انتظرونا بعد الفاصل.